أشواقنا لظهور نورك سيدي، هي خير إرث أورثته لنا الجدود. نغفو على أمل ونصحو والرجاء، غض طري فيه رائحة الورود. ما إن مللنا الانتظار ولا بدا منا التململ أو جنحنا للصدود. لما لا وقد قال الأئمة أن خير عبادة هي في انتظارك أن تعود. سنظل نرقب ذلك اليوم الذي تزهو به الدنيا ويفتخر الوجود. لا اليأس يغزونا ولا طول المدى سيميت فينا الشوق، بل هو في صعود. مرت من الزمن القرون ولم نزل ندعو الكريم الواهب البر الودود. في أن يعجل بالظهور لسيدي عين الحياة لكي نكون له جنود. فأطل أيا رباه في أيامنا حتى نرى الرايات تخفق والبنود.